مع اليوم فكرة الفيديو مع فكرة ان بنسوي شرح عن التحديث الجديد واحفظ 17. عندنا بس فيديو بنسوي قصير. طيب عندنا هنا بلوك اوف كبر هذا هو جماعة. طيب كيف تصنعه؟ اكسر هاي وحطه في الفرن. حطه جماعة. اول ما ينحط في الفرن بينشوي لكم كده. طيب انتظر هذا ينشوي. طيب يا جماعه ورع رجع ارمى في الارض. ارمى عشان المتابعين يشوفونه. ارمى شوفوا يا جماعه بس كده. طيب الشيء الثاني هو عندنا ذي فيله. تعال هنا. تعال اصبر. لا تحرك. دوم انه يكتب دم صح؟ ايوه. طيب الشيء الثالث معنا هذه اللي ما ادري ايش هي بس انك تطيح تستفيد منها كانها شوف تشبه انه تحليق. طيب ما رجع وقف هو اخر شيء. رجع. طيب معنا رجع يا نوى. جماعة هذا حق اخطبوط جديد ما ادري شنو. طيب خلينا نشوف هذه. انت شفتها يا شباب. اقرب وشك ابغى اشوف. عدت المتابع ابغى اشوف اوري المتابعين. اوكي خلينا نبعد. لحظة بعد. خليني ابعد عنك لا تقرب. وكذا خلصنا المقطع. لسه لايك شير وشوف سبسكرايب قناة نواف في الوصف. واقولكم سلام. لا تنسونا تابعوا واشتركوا في القناة. واقولكم سلام. في قناة اخوي. ايوه يا جماعة كذا خلص مقطع. حط لايك اشترك في القناة والسلام عليكم. لحظة والله نسيت. يا جماعة بس هذا يا جماعة شموع لازم بس انك تسوي كذا. ما شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. لا تقدري بالصورة. ابغى انت خلاص. اشوف وش جماعة. لا بسوي اف 5 وارجع لكم. اوكي يا جماعة كذا خلصت المقطع. لا تنسوا لايك وسبسكرايب القناة. اعملوا نوم نفس السكنات. واقولكم سلام عليكم. قرب الصورة عشان يشوفون. ما اقدر كذا خلصت المقطع. حطوا لايك واشتركوا في القناة. قرب الصورة عشان يشوفونا. لا هم بيقربوا. هم يا جماعة صوروا هاتي الصورة وارسلوها علي. وارسلوا تي الصورة دي على الأمليت. أبغى أشوفها وكذا خذ مقابلة. قربوا الصورة عشان يشوفونا. طيب خليني أخذها. كيف أقرب الصورة؟ خلاص مقطع الصور. شوفوا لحظة أرجع وراء. طيب في واحد. من الحقيقي؟ هاي من الحقيقي؟ مين وش باي.